فينا اللي كتجيها شي ضربه ما كتنوضهاش، وفينا اللي ديك الضربه كتنوضها وكتحييها وكتخليها باش انها تستمر وتقلب ما هي تستحق في هذه الحياه. في حكايتنا الليله غادي نشوفوا المعنى نتاع هادشي كله في انسان احبت واعطت، ولكن غادي يحدث امر ما كانش في الحسبان، لكن الحمد لله ان النهايه جميله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير واموركم هانيه، مؤنسه ديالكم في الاشغال ديالكم وحتى في الكوزينه عادت اليكم من جديد. اللي صايم الله يتقبل، ما تنساوش انكم تدعوا معايا اليوم ديال عرفه، وبغيت نقول لكم عواشركم مباركه سعيده بالصحه والسلامه واي حاجه كتمنوها ديال الخير، حيت العيد ما بقى ليه والو. دونك اذا كنتي جديد على قناتي نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده راه الدار دارك. اذا تيبان لك بلي انه المحتوى اللي في هذه القناه يستحق الدعم، فكنطلبك باش انك ما تبخلش عليا بالضغط على زر الاعجاب لتحت اللي ما تيكلفك حتى شي مجهود، امر اللي هو بسيط ولكن تيدير معايا فرق اللي هو كبير. وما تنساوش خليو لي واحد التعليق ولو غير نقطه، المهم نعرفكم راكم حاضرين. فخلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. انا اخلاص ما غاديش نعاود على الطفوله ديالي لان كلشي كان مزيان، غادي ندخل مباشره فقبل ما نتلاقى بالزوج ديالي اللي كان واحد الدري كان تيقرا معايا في الاعدادي والثانوي، كان معقول وظريف وكان كيتبعني وكيوصلني حتى لدارنا، ولكن ما عمره ما قلل عليا الادب اولا طلب مني باش تكون ما بيناتنا شي علاقه، مع العلم باللي انه كان تيبغيني من قلبه، ولكن داك البغو اللي كان صامت ما كانش كيبينو ليا. فانا بدوري عمرني ما بغيت شي حد وحتى هو عمرني ما بغيته. شاء مولانا انهم بعد غادي تفارقنا سنوات وكل واحد فينا غادي يشوف حياته، حتى الواحد اليوم من الايام غادي نبان ليه وغادي يتبعني حتى للدار، وحط ليا الماتول تاع التليفون في ورقه وحطها في الارض، ولكن ما هزيتهاش. لغد ليه غادي نلقاه رجع قدام دارنا وبقى واقف حدا الباب، انا غادي نخرج بالصدفه ولقيته وغادي يعاود يعطيها ليا من جديد. قلت علاش لا، انا نعطيه فرصه مادام هو مليح وباغي المعقول. انا ما كانش عندي مع قوه الدخول والخروج اولا نستنزف طاقتي في شي حاجه اللي ماشي هي معقوله. غادي نهضر انا وياه ويبدا يحكي ليا كيفاش كان كيبغيني شحال هادي، وانا ما كانش في خباري مع الامور اللي ما كنتش اصلا رادة ليهم البال. فبقينا تنهضروا حتى لواحد النهار وهو يقول ليا شوف يا اخلاص راه خاصنا نخرجوا. فقبلت حيتاش حسيت بلي انه بغى يقول ليا شي حاجه معقوله. خرجنا فعلا وهو يقترح ليا الزواج، قلت لي صافي واخا نتعرفوا. دازت واحد 3 شهور وحنا غير كنجمعوا، من بعد عطيتو الاذن باش انه يقولها لمو باش زعما يجي ويخطبوني، ولكن غير باش يقولها لمو، ولكن خا صعوبه باش انه يقول ليها لقيت واحد البنت بغيتك تخطبيها ليا. المهم صافي حتى لواحد النهار قلت ليه يا اما تقولها لماماك يا اما صافي كل واحد فينا يشد طريقه، وانا ما يمكنش ليا نبقى على اعصابي واش قلتيها ليها ولا لا. واخيرا قالها ليها اللي فاش شافت صورتي قبلات وجاو يخطبوني، بحكم بلي انا عنده واحد النوع من الخدمه مع الدوله اللي قبل ما يتزوج خاصو ضروري انه يدار واحد التحقيق عليا وعلى عائلتي. فعلا داكشي اللي كان. بعد 4 شهور عاد خرجت لنا الموافقه نتاع الزواج، جا رمضان وكنا كنهضروا مع بعضياتنا، مع راسي بديت نقول الحمد لله انا ربي طيحني في واحد الناس اللي عمرني ما كنت نلقى بحالهم، وكنت نحس براسي بلي انني في قمه السعاده حيت كان كيتعامل معايا مزيان بزاف. من بعد مشينا انا وياه درنا العقد في رمضان، من بعد ما خرج درنا خطبه اللي كانت كبيره، كنا عوالين اننا نديرو العرس ولكن غادي تموت مرت عمي، فقررت باش ما نديروش، ولكن ختو امو كانوا مصرين على العرس وما راعوش المشاعر ديالنا بلي انه هذيك راه الزوجه نتاع عمي اللي كانت عزيزه عليا بزاف وكانت بحال ماما. فكيفاش كانت تعطيهم خاطرهم باش انهم يفرضوا عليا العرس؟ انا تشاورت معها في هذا الموضوع وقلت لي حاولت تهضر مع داركم، فانا ما نقدرش ندير العرس وعمي ولاد عمي محطمين وما يمكنش ليا اصلا حتى بيني وبين راسي، فما بالك هما. نقولوا نفرض انني درت العرس ما غاديش يقدروا يحضروا، وانا اللي غادي نحضر ما غاديش نقدر نفرح. المهم حاولنا اننا نكلموا القضيه نتاع العرس، فبديت كنشوف بلي انهم بغاو يفرشوا ليه دارو بالذوق ديالو. فبدات كتقول لي امو وشوفي حنا تنعطيو الفلوس باش نعاونوه، يعني حنا اللي غادي نختاروا، وما اختاريت واحد البيت نتاع واحد الكليسه حتى حمقوني. وانا من داك النوع صراحه اللي ما كيتسوقش بزاف لهاد الامور، واخا دار داكشي ما كنبغيش نتخاصم معاها، كندوي معاها عادي. قال لي شوفي فرشي راسك وما تسوقي حتى شي حد فيهم، ديري داكشي اللي بغيتي. من بعد الخطبه اللي كانت في شهر 5 والفراش اللي درناه في شهر 10 غادي واخيرا نتجمعوا، غادي يجي يديني من دارنا. السيد فاش كنت ندوي معاه ديما كان معصب في التليفون، ورغم ذلك فتره الخطوبه عمره ما اتصل بيا،
زعما ابل فيديو باش نشوفو، عمرني ما شفته ولا حتى في التليفون، وانا كانت تجيني غريبه. ويلي ميرسي دير بحال هكا. تنشوف اختي 7 سنين وهي مزوجه وتبارك الله عندها 3 ديال الوليدات، وباقي الحب ما بينها وبين راجلها كانه اول يوم، وكيهضر معها في التليفون والامور عاديه. وانا كيفاش هو زعما ما تيبغيش هاد القضيه نتاع التليفون؟ حاول نتناقش معاه، قال لي لا داكشي غير غادي يجبد لينا المشاكل. قلت مع راسي اه بصح يمكن ماشي مشكل، نرجع معكم لمده نتاع العقد غادي نحصل في التليفون ديالو بلي انه كان تيدوي مع واحد خيتي اللي كان خدا ليا من عندها كادو وشوكولات، تعرف عليها ودار معاها باش يتلاقاو. انا شفت دوك الميساجات قلت ليه لا نتفرقوا. بدا كيطلب وكيرغب، ما نقدرش نتفرق معاك، وانا بلا بيك ما كان سوا والو. سترت وكملت معاه، هي ديك فاش درنا العقد. المهم تزوجنا، جيت عندو للدار، مشينا لشهر العسل لواحد المدينه لمده اسبوع، وهنا بديت كنلاحظ الحقيقه نتاع الشخصيه ديالو. انا اذا بانت ليه شي وحده بالمفاتن ديالها تيبدا كيقول ليها شوفي هذيك. هنا بديت كنتخاصم معاه، ما كيعجبنيش بحال هذا الامر. من بعد 3 شهور ديال الزواج كنكتشف بلي انه السيد عنده تليفون واحد اخر اللي مخبيه في الطوموبيل ديالو. وفوقاش غادي نعرف راه مخبيه؟ حتى غادي يقولها لواحد السيد صاحبه في التليفون اللي هو عاطيني الكود ديالو وعارف بلي انني عارفاه. ولكن انا داك ما تخدش هاد الهضره راسي، ما بغيت ما قداش على المشاكل وما بغيتش نبحث. حتى لواحد النهار دخلت نعس في البيت ديالو ولقيت القميجه والسروال ديالو في بيت الكراس، بغيت نهزهم باش نعلقهم وناخذ منهم الفلوس باش نقدر نجيب شنو نديرو الغدا. وهنا غادي نلقى التليفون الاخر ديالو اللي كان مخبي عليا، اللي بصح داكشي اللي كان قال صاحبه وكان فيه الكود بعكس هذاك اللي كان تيدخلوا معايا للدار. فباش ما نعيقش بلي راني شفته، غادي نحطو ليه بلاصتو وخليت القميجه والسروال حتى هي بلاصتهم، ما حركتهاش. دازت الايام ما بقيتش مسوقه لداك الشيء حيت كان ما عندي لاش نبقى نطبخ فراسي بشي حاجه ما اللي ما عنديش فيها اصلا نتيجه. دازت 8 شهور على زواجنا، وانا كنت عزيزه على العائله ديالو بزاف اكثر من القياس، حتى هما كانوا عزازين عليا. بما انه ما درتش عرس فماما غادي دير لي واحد الحفله اللي فيها الامداح ونشطنا، وكانت علاقتي صراحه معاها مزيانه. كانت كتسول فيا، كانت كتجي لعند ماما للدار، وكنت حاسبها بحال ماما. كنت انا وياها اكثر من الصحاب، وحتى خواتات راجلي كانوا كلهم تيحماقوا عليا. المهم بدا كلشي تيقول لينا خاصكم تولدوا خاصكم تولدوا، داروا لي السيف عنقي خاصك تولدي. مشيت عند طبيبه قالت لي شوفي خلاص راه ما عندك حتى شي مشكل، كلشي مزيان، وعطاتني شي فيتامينات نتبعهم مدة 6 شهور ونساليهم ونرجع لعندها. ساليتهم فعلا ورجعت لعندها، وهي تقول لي قدام راجلي بلي راه ما عندك حتى شي حاجه، وانا بدوري غادي نطلب منها باش انه حتى راجلي يدير حتى هو التحاليل. فتقبل الامر دارهم، وقالت لي بلي انه راه عندك شي مشكل اللي هو صغير. خرجنا من عندها وقلت ليه شوف فلان ما تعصبش، انا وياك واحد، عندك مشكل راه بحال عندي انا، وما غاديش ياثر على العلاقه ديالنا. من بعد غادي يبدا يتبع للدواء اللي عطاتو، وقالت لي غير تسالي لمده 3 شهور عاود رجع عندي. اثناء هذا الوقت وقت ما كنت كنتناقش انا وياه ولا كان دابزو، كان تيقول لي غادي نقطع ما غاديش نشربو على اساس انه كان كيداوى ليا. هو انسان بطبعو عصبي بزاف، ولكن ما تيضربنيش غير اذا تخاصم معايا، ما كانش كيدوي معايا وما تياكلش ماكلتي، واذا جاب لراسو من الزنقه شي حاجه ما يعتقنيش بها، كان غير تيحط لي فلوس نتاع المصروف وصافي. واذا بغيت نخرج نجيب ليا تيقول لي ما ترجعيش لهاد الدار. ديما كنت تنبكي وكنقول غادي نصبر على ود العائله ديالو اللي مصرفين فيا غير الخير، وحتى عائلتي ما بغيتش نواجه الفكره نتاع الطلاق وما بغيتش ندخلها لمخي. حتى لواحد النهار غادي نقفلوا عام وشهرين تاع الزواج، وهنا مو بدات كتسول الناس فاش انا كنمشي عندهم خصك تهزي كرشك باش انك تقدري تحملي. نقول لها خالتي راني مشيت عند واحد السيده وها فين كاينه، هي كتلبس جلابتها وكتمشي كتسولها اش من عند اخلاص، زعما راه عندي مشكل وانا راه مخبيه عليها. انا وراجلي كنا متفقين بلي انه ما نقولوا لحتى شي حد بلي هو عنده مشكل. حتى لواحد النهار قالت لي مو ابنتي انا بغيت الوليدات ديالكم، وبقات تعنقني وتبوس فيا، وراه خاصك تدوزي وراه عندك مشكل ديال البرد وراه هذه. المهم شخصاتني وقالت لي شنو عندك، وقالت لي بلي انني عندي انا المشكل. انا علانيتي قلت لها خالتي راه ما عندي حتى شي مشكل، راه ولدك كان معايا والطبيبه قالت لنا المشكل راه في ولدك، ولكن بسيط، هو راه ما عندوش العقم ولكن عنده مشكل يتداوى بالدواء والاكل الصحي والفواكه والرياضه، وان شاء الله ربي غادي يرزقنا في الوقت المناسب. ما عجباش الحال، بدات كتبكي وعنقاتني وزعما ما هزاتش في قلبها، ولكن كان العكس. وهنا قلت لها عافاك يا خالتي ما تقوليهاش ليه، حيت اتفقنا باش ما نقولوا هذا الخبر حتى شي حد. صافي قالت لي واخا. من ديك الساعه انا وليت غير كنتعذب وباغا غير نولد غير ليهم، وما بقيتش كنفكر لراسي بلي انني باغا نولي ام. حتى لواحد النهار قالت لي صاحبتي خاصك تشوفي شي طبيبه واحده اخرى حيت هذيك مع منتي راه شتي تقول عليها بلي ما زويناش.
مشيت فعلا عند واحد الدكتور كلشي تيشكرو، غادي يشخصني نهار الاول وقال لي بلي عندك البوليب. دخل معايا راجلي وقال لينا بلي عندك اخلاص بوليب اللي خاصك تحيديه، ولكن قبل خاصنا نديرو لك واحد الراديو نتاع القرون. وهنا فاش غادي ندير الراديو اللي كان صعيب وحسيت بالموت، لكن الحمد لله انه كانت النتيجه زوينه، فما كان عندي حتى شي مشكل وما كانوش عندي القرون مسدودين. وبان في داك الراديو بلي انه بصح عندي بوليب، وقال لي بلي خاصك تحيدي باش تقدري تولدي. مشيت دخلت للدار عند حماتي، ارتحيت شويه لانه داك الراديو كان صعيب بحال شي عمليه. دارت لي الرفيسه وجرات ولدها الكوزينه وقالت ليه واش انت درتي التحاليل؟ درتهم وخرجوا لي مزيانين، ولكنني نعرسها سولاته وليت عايشه في الوهم وليت عايشه في الخوف بلي انه غادي يجي واحد النهار تقول ليه اشنو قالت لي اخلاص عليك فاش سولاته بهذه الطريقه، الا وانها بغات تعرف الصراحه. انا ما تسوقتش ليها وما خديتش منها صراحه الموقف. بقيت ندوزو في الايام وبديت كنتناسى الموضوع نتاع الاولاد باش انني ما نمرضش. هذا الوقت مشينا نخطبوا لخويا في مدينه واحده اخرى، راجلي ما مشاش معايا بحكم انه الخدمه ديالو ما عندوش فيها العطله. مشينا خطبنا لخويا انا وماما وبابا ورجعنا بحالنا. انا كان عندي انستغرام تاع راجلي اللي كان ديما محلول في التليفون ديالي. بالليل جيت نعس وهو كان عنده لغد ليه عيد ميلاد ديالو، فخليت حتى وصلت 12 ديال الليل وهنئته وقال لي انا الامنيه ديالي انني نولد معاك شي بنيته بحالك. وهنا غادي يطلع لي ميساج في التليفون تاع انستغرام تيقول صاحبو بلي انه كان خارج من القهوه وراه هز واحد البنت اللي هي فرمليه اللي عندها المفاتن ووصلها لواحد البلاصه بعيده، يعني جلس معاها مده طويله في الطوموبيل. بقيت كنترعد كلي، رجلي ما بغاوش يحبسوا. داك الاحساس عمرني ما حسيته في حياتي. بقيت تنبكي بالليل وكلشي ناعس وما قدرتش نصبر، وغادي نصيفط ليه ميساجات قراهم ونعس. ما كانش عنده الوجه باش انه يجاوبني، حيت قلت ليه اذا باقي حصلتك ما غاديش نعقل عليك. هو باش غادي يبرئ راسو قال لي تفليت عليك مع صاحبي حيت عارف بلي انا والانستغرام ديالي محلول عندك. تناقشت معاه ومبغاش يجيبني عنده للدار، قال لي شوفي شكون اللي يجيبك. خويا غادي يديني لعند دار امو اللي تلاقيت معاه تما وهزني ومشينا فحالاتنا، علما انه اذا كان فيه المشكل انت اللي خاصك تطلبي منه السماحه. وهو ابدا ما تسني منه سمحي ليا، شيء اللي هو مستحيل. طرق كلها تحد ما تيدوي مع الاخر. حتى وصلنا للدار سيد ما تيدويش معايا، ما تياكلش ماكلتي شي 4 ايام اللي صايبتها كلوحة اعزكم الله. تخيلوا الدار بلا دراري وانت مخاصمه مع راجلك وهو فقنت وانت فقنت قمه الملل. داز ديك الايام وجاب الشيبس حطو ليا ومشى للبيت الكلاص كيتفرج. صوبت ليه الماكله حطيتها ليه وقلت ليه انا خارجه نتسخر، اذا خرجتي ما تعاوديش تدخلي لعندي. بديت كنغوت ورفعت صوتي حيتاش صافي وصلت للحد ديالي. ما يمكنش انت منك الغلط والخيانة والغوات وما تطلبش السماحه وهذه وهذه. وبديت نغوت ومشيت للبيت نعس وقست كنبكي. سمعني والله ما يجي يسكتني ولا يطلب مني السماحه ولا والو واخا نتقطع قدامه. المهم غادي يحل البلاكار وغادي يبدا يهز كاع الحوايج والكادوات اللي كانوا جابوا لي عائلتي وجابوا ليه وتيلوحهم عليا. خرجهم الصالون وبقاو تما. انا ملي شفت داك المنظر عيطت لماما وعاودت لها كلشي. وهنا قالت لي اذا كنتي عايشه بحال هادشي الله يجعل البركه، علما انه وقت ما جات عندنا ماما غير ضيفه ما كانش كيعجبها الحال لانه ما كانش يهضر معاها وما كيجلسش معاها ما والو ما تيكبرش بها. جينا لدارنا انا داك حماتي عرضت على خوتي، لكن كانت جاتهم كورونا وما قدروش يمشيو عندها، خافوا لانهم ياذيوها. وخدت من هذا الامر موقف. راجلي هضر معايا وقال لي ما تحاوليش ترجعي وداري راه حرمت عليك وداكشي اللي بيناتنا راه سالا وما تخليش العائله تدخلوا حيت انا ما غاديش نرجع لك. انا ما فهمتش السيد اللي كان تيبغيني وانا نبغيه بين ليله وضحاها ولا تيدير بحال هكا. بديت كنبكي ومشيت لعند حماتي اللي كانت في مثابه امي وعاودت لها كلشي واشنو دار ليا واشنو حصلت عليه. بدات كتبكي وقالت لي ما غاديش نخليه يتفرق عليك واذا دارها ما غاديش يبقى كيدوي معايا، ولدي ما يقدرش يدير هادشي الخيانه. رجعنا فحالنا للدار انا وماما وخليناها كتقطع حيت عرفات الحقيقه اللي كاينه نتاع ولدها، زيد عليها خوتي ما قدروش يجيو يتعشاو لعندها. المهم قرب العرس نتاع خويا وانا اللي مشيت طلبت من راجلي السماحه وقلت ليه صافي سمح ليا كنت كنبغي بزاف وقلت ليه صافي نرجعو. فاش رجعنا هي بقى فيها الحال وبقات مخاصمه معايا وما بقاتش كتعيط ليا. ملي كندوي لها انا كتقول لي سلام لاباس وتقول لي يلا بسلامه راه عندي ما يدار. وهادشي ماشي من عويده ما كانتش كدير بحال هكا، ما بقاش كتجي حتى لعند ماما. خوتي وماما كل مره تيسولوني مال حماتك ما كتجيش، انا كنبقى كل مره وشنو كنقول كنبدا كنراوغ. دازت الايام وحنا على هادشي وانا مشيت حنيت ليها على يديها وبستها ليها وقلت لها عافاك يا خالتي اذا كنت عزيزه عليك نسي المشكل اللي قلت لك عليه وما تقوليهاش ليه حيت اش اذا قلتيها ليه راه غادي تفرق معايا. المهم جا العرس نتاع خويا مشينا ليه رجعنا فحالنا. حتى واحد النهار تنشوف انه
مو كتعيط لي في التليفون وقالت لي اجي راني محتاجاك، علما انه من نهار تزوجنا كندوزو اسبوع في دارنا مجموعين، من بعد كيجي يديني لدار والديا وهو تيمشي لدارهم، ما كنعرف عليه والو وهو كذلك. فاش عيطت ليه مو غادي يحطني انا عند ماما، ومشى هو عند مو. من بعدها ما بقى عيط ليا ولا هضر معايا ولا حتى شي حاجه، وهنا عرفت بلي انه فضحتني معاه. السيده القران الليل والنهار ما تيفرقهاش وكتذكر الله، وهادشي اللي خلاني انني نثق فيها وامنت على هاد السر. تخيلوا قالت لي راه مرتك قالت لي بلي انت عاقر، مستحيل ما يمكنش نقولها لي حيتاش اصلا ماشي بصح. عمرني ما فشيت هاد السر من غير لمو بلي انه عنده مشكل وعنده حل فقط لا اكثر ولا اقل. دازت شي ايام عاود جداني من دارنا، تخاصم معايا، ما سولتوش علاش، حيتاش عرفت بلي انه ساق الاخبار وبلي انا اللي درت الغلط. 3 ايام حتى شي حد ما كيهضر مع الاخر، غادي نعاود مره اخرى نوض نغوت عليه بلي انه ما يمكنش لينا نعيشوا في هذه الحاله، قول شنو كاين. وهنا قال لي شنو قالت ليه امه، وهنا حقدت عليها. دازت شي ايام مخاصمين، غادي يديني للدار في الطريق وقلت لي غادي تدخل معايا وتقول للدارنا شنو المشكل ديالك. وقف قدام باب الدار وما بغاش، بابا خرج عنده خويا، ندخل عنده الطوموبيل، نحل الشيطان يلا دخل نهضروا بالعقل. قال لي ما باغيش نهضر. بابا خويا بقى فيهم الحال، هزوا لي حوايج من الطوموبيل وحطيناهم في الدار. من بعد غادي نمشي انا وماما لعندها للدار، بغيت كنت ناويه نسبها نغوت في وجهها حيت كدير راسها ملاك، ولكن مشينا من حسن حظها اننا ما لقيناهاش ورجعنا في حالنا. عيطت لي في التليفون ديك العشيه، والله يعطيني والله يفعل ليا اذا كنت ناويه انني نفرقكم. صافي خالتي ما تدعيش في راسك، صافي دابا اللي طراطرا عيط لولدك وقولي ليه صيفط لي براتي للدار وصلت على النبي، واللي دار شي غادي تخلص عليه. انا ما عندي ما ندير وعييت مع ولدك وخاني، ودابا بلا ما نجبدوا هذا الموضوع. قالت لي راه غادي نعيط ليه دابا في التليفون ونقول ليه ما خليتهاش تكمل، كداك الشيء اللي حاضيه غير توصل ديال الهضره، وقطعت عليها. من تما ما تليتش باغا ندوي معها ولا نشوفها ولا نشوفه. حاولت عائلتي باش انا ندخل بالصلح ومشاو لعند امو، هو تخبى عليهم. امو قالت لهم انا ما نقدرش نقول لكم واش غادي يطلق ولا لا، ولكن راه باغي يبيع الحوايج اللي عنده في الدار حيت باقيين جداد، ودابا نعيطوا لكم ونقول لكم القرار اللي خدينا. ماشي هو اللي خداه، هما اللي غادي ياخدوه. فجاو قالوها ليا، هنا غادي تشعل فيا العافيه، بقى فيا الحال. واحد النهار لقى خويا في الشارع سلم عليه، بدا كيحاول انه يراضيه عليا، هو يقول ليه انا اختك عمرني ما نثق فيها، واصلا ما نقدرش نقول دابا واش غادي نطلق ولا لا، دارنا هما اللي غادي يقرروا، وخويا اللي غادي يعيط لكم ويقول لكم. حيت خويا الكبير كان محامي غادي يعيط عليا وقال لي بلي اننا غادي نديروا طلاق اتفاقي وتمشي تهز حوايجك. علاش غادي نديروا اتفاقي؟ باش نتسمى بحال شي ورقه ديال الوثائق قطعه ولاحه ونخرج بلا حقوق بلا والو؟ لا اكيد ما غاديش نوافق. قطعت في التليفون ومشيت ديكلاريت بلي انه السيد راجلي بتطلق في نتاع الدار. عيطوا ليه رجعوا لي السوارت ورجعت جلست في الدار. لقيته هز التلفازه الكبيره نتاع بيت الكلاص والفران اللي داهم عند امه، حيت هي ديولها كانوا خاسرين وهادشي اصلا اللي كانت بغات. حتى شي حد من عائلته ما دخل بخيط ابيض، مع العلم انهم خواتاتو فين ما جاو عندي كنوض ندير لهم في البساطل. والحاجه الخايبه بلي انا وبنت اختو غادي تتهمني في العراض ديالي. وقالت ليه فاش كنت خارجه معاها كانت كتوقف الطوموبيلات وتقول لهم اجيو تهضروا معاها، وهذه الهضره عمرها ما كانت، مستحيل. عمرني ما دبرت حتى على راسي وانا بنت، فكيفاش غادي ندير هذا الشيء مع بنت اختو؟ تما بديت كنبكي وليت كليتها كنت نرجعها عزكم الله، وضعفيت حيت داك الشيء اللي داز عليا ما كيتنساش، خصوصا انني كنت تصرفت معاهم غير الخير واحد بواحد. الجلسه الاولى ما مشيتش حيت ما كنتش مهيئه نفسيا وما كنتش باغا نبان قدامهم حطمه وضعيفه، وتاجلات 12 يوم من بعد. وهنا غادي نلقى بلي انا وجايب معاه خوه ومرته وكيضحكوا، خلاوني كانت شواو ولكن اكيد ما بينش. دازت الجلسه الاولى وقالت لي القضيه واش ما غتصالحوش، قال لي لا. هي سولتني قلت لها انا باغا الصلح، وصراحه ما كنتش كنقولها لها من قلبي حيت اذا رفضت ما غادي ناخذ حتى شي حق. رجعت لداري وجمعت كاع الحوايج كاع اللي شرا كلشي من طقطق السلام عليكم، عيطت على خويا قلت لي جيب لي كاميو، هزيت فيه كلشي وخليت الدار كتصفر غير الحيوطه، علما اني في قمه الاستغناء على دوك الحوايج وما عندي ما ندير بهم، ولكن ديك الحقره وداك الظلم خلاني نهز كلشي. علاش درت لي هادشي؟ حيتاش غادي ندير فوكونت واحد النهار وكنت انا وياه دايرين الدار للبيع، ودرت راسي بلي انا اللي غادي نشريها من عنده، وبقيت كندوي معاه. قال لي لا راه عندي مشكل مع المراه وما يمكنش دابا حيتاش غادي نطلق وغادي تخرج هي. انا زعما ديك اللي بغات تشري من عنده الدار قلت ليه وين حل الشيطان،
كنت باغي غير نجبد نشوف شنو تحت راسو. قال لي والو ما غاديش نالو، لو كان تشوفي شنو دارت ليا. وبدا كيعاود وكاع داكشي اللي عاود كان غير تيكذب. من بعد هذا الشيء نعزلت على كل شيء، حيت كان تيصحاب ليا بلي انا اللي خرجت على زواجي وبلي انا اللي كنت السبب في هذا الشيء كله. ولكن هذا كان وهم في راسي، كنتمنى من الله انه يخلص كل من اذى شي وليا. نطبعت كل شيء داكشي باش نعوض الحقوق ديالي، حيت ما خرجش ليا في التعويض شي حاجه اللي كبيره. كل شيء كان تيقول ليا بلي انا ظلموك، وانا ما كنتش باغا نهضر. هزيت قضيتي من الارض ورفعتها للقاضي الكبير اللي هو قاضي السماء، اللي غادي ينصفني وغادي يبرد ليا جوفي، حطموني وخربوا لي ضحكتي من بعد ما كنت نشيطه وفراشه. ولكن ما سمحتش في حقي، واخا تظلمت ما جلستش فركينه وجلست كنبكي. نط وشفت حياتي من جديد، واكبر بحاجه بردت عليا انني رجعت ليه الدار خاويه. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه اخلاص. يا ساده يا كرام، الخيانه لا تبري لها، سواء كانت صغيره كبيره ايا كان الحجم ديالها. ما عندكش نهائيا الحق انك تخون اذا ارتبطتي بشي شخص اللي هو تاني، ولو يكون داك الانسان ما عطاكش جميع الحقوق ديالك. هذا ليس بمبرر باش انك تخون مهما وصل فيك الاحتياج. لا، هي لا، من حقك ومن حقي نقولوا حنا ما غاديش نقدروا نكملوا مع بعضنا، او حنا ما مرتاحينش مع بعضياتنا. ولكن الخيانه لا. هذه من جهه. اخلاص قصتك هي خلاصه ديال قوله احمد عطاء الله السكندري اللي تيقول فيها: ربما اعطاك فمنعك، وربما منعك فاعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عطاء. علاش ربي ما يسرش لكم الاولاد ما بيناتكم؟ بعد مرات ولا دائما ما خصناش نصدعوا ريوسنا مع امور ديال القضاء والقدر، لانه كاين مبرر وكاين سبب، حيت ربي ما تيحطش اي حاجه عبثيه في الدنيا، كل حاجة عندها المكانة ديالها. وحييك على القوة ديالك، وحييك على الاستمرارية ديالك. والحياة راه جد بسيطة، إذا طلقتي ليس بنهاية العالم، غادي يعوضك الله من يستحقك ويهز بيك ويكبر بالعائلة ديالك ويحترمك. فاعطي فرصة لراسك أنك تعيشي الحياة بالطول ديالها والعرض ديالها، وتهلاي في راسك وخدمي وكوني حياتك من جديد. وانا عارفة بلي انا ليس بنهاية العالم عندك. هذه كانت حكاية الليلة، كنتمنى انكم تخليو شي كلمة زوينة للإخلاص. دمتم في رعاية الله وحفظه، عواشركم مبروكة. سلام سلام.